وتعالوا لي كده، عشان احنا بقينا احنا في اشراط الساعة خلاص، احنا كده تقريبا في علامات الساعة الكبرى وكده، يعني ايه فلتت 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 من الكل يعني. إيه زمن الفتنة، زمن الفتنة وزمن رهيب، والزمن اللي احنا فيه ده محتاج ان احنا نعض كده على يعني اوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، الكتاب والسنة كده نقفل عليهم ونتمسك بيهم، يا اما فعلا كده الدنيا بايظه ومعرفش راحه بينا فين. يعني هي الدنيا راحه بينا فين بعد كده؟ انا معرفش. قصه المهندس، قبل ما احكي القصه ونشوف الناس المشككه في القصه، واحد مهندس بيكلم استاذ في الازهر، شيخ في الازهر، وبيكلمه وبعت له سكرينات، وكانت سكرينه من سكرينات مبينه الاسم في البدايه، وبعدين نبهه يا دكتور الاسم باين، فشال البتاع يعني، ما فيش داعي للاسماء. وبيحكي قصة حصلت له، والناس بقى مستغربة يعني، بعد القصة ما هديت ويا جماعة خلاص وناس وهيشتغل والكلام ده، انا هحكي القصة بس انا عايزة ارد في البداية على الناس المستغربة او اللي مكذبة حاجة زي كده. تعالوا تعالوا اسألونا، تعالوا اسألوا الاستشاريين اللي بيتعرضوا لمشكلات ايه، انتوا مستغربين من قصة زي دي؟ طب انا بعد ما احكيها لكم القصة بتاعت المهندس، هحكي لكم قصة من يعني يمكن من 10 سنين فاتت، وقصة من سنتين، وتشوفوا مدى يعني مش بس الفجر والخصومة والشيطنة والشيطنة في أحد طرفي العلاقة، لدرجة يعني 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 أنا بقول الفكر ده فكر شيطاني جهنمي، مين يجيبه يعمل كده؟ مين يجيب فكره يعمل كده؟ وكل ده بسبب إن إحنا بعيد عن كتاب ربنا، عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا حاطط لنا قواعد في التعامل، قواعد في الاختلاط، قواعد للزوج والزوجة. لما عدنا بقى ندور ملزمة ولا مش ملزمة، اصلحوها اسلم عليها، اصل ما تعمل اصل تسوي، من ساعة ما حطينا نفسنا وحطينا الاسرة في الشكل ده، وكل يوم يطلع حاجة فنطلع نرد، يوم يطلع حاجة نطلع نرد. طب ما نرجع للاصل، طب ما تيجي بقى الرب من اول وجديد على كتاب الله وسنة رسول الله، ما تيجي من البداية بقى نقول الغلط والصح، عشان البلاوي السوداء اللي احنا بنقع فيها ديت، وهتك الاعراض بالشكل دوت، وهضم الحقوق بالشكل ده. لو القصه دي هو الناس اللي مكذبه فيها ومش مصدقه، انا احكي لكم اسود منها، لولا بس الواحد مش عايز ينشر ويقول وافظع منها وافجر منها ويعدي علينا، ونرجع نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله بجد. الناس بقت عامله كده ليه؟ الناس بقت عامله كده ليه؟ لما نيجي نتكلم، المهندس بيحكي وبيقول انا راجل اتخرجت 2004، اشتغلت، اتجوزت 2008، عندي ولد وبنت، وكنت شغال كويس ومودي في مدارس خاصه بسعر كويس، والحاله ماشيه تمام. فجيت الشركه صفت، فانا ما بشتغلش، قعدت فتره كذا شهر ما بشتغلش، لقيت زوجتي بتتطاول عليا في الكلام ومتضرره من العيشه، وطلعت عيالي من المدارس وديتهم حكومي، بقت زادت في الازليه وهكذا، لحد خلاص يعني وصلنا المرحلة خلاص، هي عايزة بتطفشني من البيت، نكد على طول، زعيق وشتايم فيه وتهزيق فيه قدام الأولاد. فجاب أهلها، الناس اللي دخلوا، ادي أبوها وأخواتها الاثنين، وهو جاب أخوه الكبير وعمه، وقعدوا القعدة. وبعد القعدة قال له اتكلم، قال له لا خليها تتكلم. فلما اتكلمت قالت لما قدام هو مش راجل ومش قادر يصرف على البيت، كان بيتجوز، ما كانش يتجوز. فاخوها زعلها، ازاي انت جايبه تصغري بينا وما ينفعش تقولي الكلام ده، والست المفروض الاصيله زوجها كان كرمها في امر وشغله ده، وبعدين ضاق الرزق، نرمي الراجل، نرمي الراجل خلاص، نبوظ الجوازه مع تطلع تعمل حرام، يعني هو ده الصح؟ ايه ده؟ فين المسلمين؟ فين المسلمين وفين المؤمنين وفين الزوجه الاصيله اللي تشيل زوجها على راسها وتحط جوه عينيها الراجل اللي كان هو هي الرزق بتاعنا؟ بتاع ربنا، بتاع ربنا، ناخد برب الاسباب، احنا مالناش دعوه. ربنا عايز مننا رزق؟ ما أريد. لا عايز مننا رزق، ولكن ان يحصل ايه؟ يعبدون، يعبدوا ربنا فقط، انت عليك ده، فناخد بالاسباب ونعمل كذا وندعي ربنا ونستحمل، وبيبقى اختبارات. موضوع ضيق الرزق او ان انا اتشلت من الوظيفه او كذا، بيبقى اختبار من الله عز وجل، فينظر كيف تفعلون وهتعملوا ايه؟ صابرين، ناقمين، ولنا في مثال زوجة سيدنا إبراهيم مثل وقدوة. الأولى لما جه
زوجة سيدنا إسماعيل لما جه سيدنا إبراهيم يزول ابنه، قالت له ده احنا فاكر ورايح وبيشتغل والحيلة والعياء والحياء. قال له قالت له قال لها قولي له ان ابلغيه السلام وقولي له غير عتب الدرج. ليه؟ الست الشكاية، الست اللي مش أصيلة، الست اللي عمالة تعمل راجل يجتهد على قد وسعه. هو بخيل؟ لو بخيل نتكلموه، نكلم بقى في النقطة دي ونقول اه لا ما خلي بالك في البداية من اختيار البخيل ده ما يتعاشرش، لكن ده وسعه، ده جهده، واشتغل وعمل وكذا وده جهد، خلاص يبقى هذا رزق ندعو ربنا بالبركة. أقسم يمين بالله العبرة ما هي في الدخل ولا في الفلوس ولا في الليرات ولا في الدولارات ولا في المصيبة دي، العبرة في البركة داخل البيت. ولو في زوجة مباركة وامرأة أصيلة مباركة مؤمنة تخلي البركة في البيت كله. طب لو الطرف التاني مش مبارك وابن لذينة وعاصي وكذا يحاسب، طب ربنا يؤاخذني بيه؟ ابدا. لا بقى هو قال ولا تزر وازره وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينه. فانت عليكي فقط الصبر والاحتساب والالتجاء لرب الاسباب بس. طيب واخوها زعق لها وزعق وازاي تقولي كده مش ازاي تقولي كده، وكمل القصه. بيقول قام يضربها فانا حشت عليه، فناس بتستنكر بتقول لا ده قصه مش حقيقيه علشان هو في زوج هيقوم يدافع عن زوجته. لا اه لا اه انا حضرت جلسات صلح كتير جدا جدا، ولما يجي اهل الزوجه ويبقوا حقن ويجوا على الزوجه لو هي ظالمه زوجها ومضربه، يقوم الزوج يعمل يحوش يقول لا ما يرضاش، لا ما هيسيبوها يضربوا، هو راجلها قاعد ما بقاش راجل. وكتير من جلسات الجلسات العرفيه ولا جلسات الصلح اللي احنا حضرناها بيحصل كده، ويقوم يجيبوا بنتهم والزوج هو اللي يحوش. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه، النبي عليه السلام لما كان بينه وبين سيدة عائشه لا تختاري مين اجيب عمر، قالت له لا حتى ابو بكر، قالت له اه ماشي ابو بكر. جه سيدنا ابو بكر فقال لها تتكلمي ولا اتكلم، قالت له اتكلم ولا تقل الا صدق. قام عليها ابوها قال لها ولا تقل الا صدقا، ده النبي ده النبي عليه الصلاه والسلام جايه بقى في ابو بكر، يعني انت جايه في سيدنا ابو بكر. وقام جاي ال ابوها قام جاي موقفها وكان يعمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا ما جئنا بك لهذا، احنا مش جايين بك عشان كده لا. وقام جاي حايش ما بينهم فليه. طيب وبعد لما حاش والكلام ده قعدت بعد ما كده بيقول حسيت انها قاعده بعد اهلها ما مشوا كانها متضرره او غصب عنها، فابتدى يلاحظ عليها حاجات غريبه، بتتمكش جوه الاوضه ولما تطلع تمسح المكياج على طول على موبايلها، فقرر ان هو يفتش في موبايلها. مفتش في موبايلها عمل ان هو راح يصلي الجمعه وما صلاش الجمعه او رجع بدري او ايا كان اللي حصل، رجع لقاها عارية النصف الأمامي الفوق يعني الفوق منها عاري، وتكلم شاب وخد الموبايل وارتبكت وقع منها وكان لا بتكلم شاب كلام جنسي ومسمياه بألفاظ لا تصح كأنه راجل مش راجل، وبتكلم وانا تاني بيقول لها كلام إباحي، وراجل بيقول انا صدم. جري على اخوها، جري عليها الاول قفلت عليها في الأوضة، جاب سكينة وبعدين ما عرفش يفتح راح لاخوه. كانت هي كلمت الولد اللي كانت بتكلمه او الراجل اللي كانت بتكلمه وادته الباسورد امسح المحادثات، وجابت اخويا ده بيفتري عليا، ادي اول حاجه ده بيفتري عليا وكذا وانا ما حصلش مني الكلام ده، وهو بتاعه وتهجم كان عايز يقتل، عملوا محضر واخوها عوره. بيحصل كتير، انا شفت الحالات دي كتير، الناس اللي مكذبه حاجه زي كده. احنا شفنا بلاوي كتير قوي يا جماعه، احنا شفنا مصايب وعمل لها بتاع وبيتعمل. انا شفت ام من الامهات وحما الاثنين عشان يجيبوا لبعض قضايا، والله انا شفت هذا، انا مش عايزه احكيها على البتاع لكن حصل قدامي. جابت موس وقعدت تشرح في نفسها كده، وراحت عملت محضر علاج واكتر من 21 يوم علشان تسجن التاني. قامت جايه التانيه عامله زيها والناس سويت في الشارع وهيصه شفنا الكلام ده واكتر من كده واكتر من كده. وبعد لما حصل من منها كده رفعوا عليه قضيه قتل شروع في قتله، وقضيه عفش راحوا كسروا العفش وعملوا قضيه تبديد عفش، وبعدين تمكين من المسكن. كل دي قوانين، تمكين من المسكن وتهم في شرف في شرفها وحاجات كتيره، واتطلقت واتعملت وخدت حقوقها والنفقه والكلام ده، وسجنته ما اعرفش 6 شهور. طلع بقى رد سجون، لا معاه فلوس يصرف والفلوس اللي معاه بتدفع للعيال، وحرمت العيال. كل دي بقى محاكم بقى ما بينهم سنه واتنين، لحد لما ورطوا العيال قالوا احنا بنكرهوك لانك كنت عايز تموت ماما،
فبقول انا عرفت انها عايزه تكسر لحد راضي يشغلني وانا منبوذ من الناس، وهي دلوقتي خدت كل حاجه وثابته ان انا اللي غلطان وانا اللي كذا، ورب السماوات والارض يعرف انها كذابه وانها خاينه. الصدمه في الخيانه والصدمه في كذا. واحد تاني شك في زوجته، ركب لها كاميرات وشاف، بيقول شفت كل حاجه ومسجل كل حاجه، اللي داخل واللي عامل واللي قاعد وعياله جوه مقفول عليهم. ليه؟ ليه؟ عشان ما فيش ربنا في الموضوع. هو لما تيجي، خلوني اكمل معاكم، هو لما يجي الزوج يتزنق ويجي الراجل يتزنق ترميه الست؟ لما يجي الراجل ظروفه عملت او مش مخلي باله، يا ستي لا اكتفاء مالي ولا اكتفاء جسدي، طب ما تكلميه، ما ده الحلال اللي ربنا، انت ماضيه على حق الاستمتاع ليكي وله، الامر مشترك بينك وما بينه، ما فيش تعملي في الحرام؟ في الحرام بيقول انا لما دخلت على موبايلها فاول مره كنت شفت الجروبات، اسالوني انا على الجروبات دي وانا عامله البث ده مخصوص لبصهم للشياطين الانس والجن، شياطين الانس اللي بتقوم للست اتطلقي واعملي، انا كنت على جروبات. طب انت بعت مشكلتك، سواء مشكله فراش مع زوجك او مشكله تانية، اللي ما قولولي وشور علي، الناس اللي في الجروب دولت اهل مشوره يا بنتي، دول اهل مشوره تشوريهم.